شارك سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أعمال الدورة 11 لمؤتمر الوطن العربي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية الذي نظمه اتحاد الخريجين العرب بالجامعة ونادي كلية هارفارد بالإدارة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بمقر الجامعة في مدينة بوسطن الأمريكية. وقدم الرميحي خطابا في المؤتمر استعرض من خلاله دور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد البحريني وفي تحقيق النمو من خلال استقطاب الاستثمارات المباشرة ومساعدتها على زيادة أعمالها في المملكة إلى جانب خلق الوظائف في السوق المحلية والتعاون المستمر مع شركاء المجلس في القطاع العام بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية الساعية لدعم ازدهار الأعمال وتحقيق الابتكار والتنويع الاقتصادي. كما وبحث سعادته في خطابه عددا من الموضوعات والقضايا الرئيسة التي تهم قطاعات الأعمال ومنها أثر انخفاض أسعار النفط والحاجة إلى دعم الابتكار وتحقيق التغيير في الاقتصاد وأهمية إعداد بيئة داعمة للقطاع الخاص وزيادة الأعمال بهدف المساعدة على خلق الفرص التي تشجع رواد الأعمال على إنجاز أعمالهم وتحقيقهم الازدهار. يركز المؤتمر هذا العام على الرؤى العربية للمستقبل حيث يسعى إلى بحث ومناقشة ما يحظى به العالم العربي من إمكانات واعدة بعيدا عن الرؤى المتحيزة التي تحيط بالعالم العربي وتصمه باعتباره بقعة جغرافية يسودها العنف والإخفاق.